السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وجمعتكم مباركة. رسالة من صنعاء إلى أمريكا للبدء بهذه الخطوات. وإلى التفاصيل. وجهت سلطة صنعاء رسالة إلى أمريكا دعتها فيها إلى تغيير سلوكها وتعاملها مع فلسطين واليمن. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة له على إكس: ليس أمام أمريكا أي خيار حكيم وعدلاني ومنطقي سوى وقف عدوانها ومغادرة السلوك الغوغائي إلى سلوك جيد يحترم حقوق فلسطين واليمن بشكل غير منقوص، مضيفا: سلوك ينتهج أرقى أساليب التعامل مع عواصم الإسلام وخاصة صنعاء عاصمة الحضارة الأولى والعنوان القيمي والإنساني الأكثر صفاء وتفوقا في التاريخ البشري. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.